لمة شقان الفطر ومحبة العائلة وراها مصيبة على الميمة الغالية ولهوة الصغار كل صباح ما تنجمها كين لم اللي ما تحبش ترتاح والسهرية ولمة الضيفين وراهم المرأة اللي تعدي الليل في الهزين والجيبين بنت الحلوة متاع الدار وراها نسيت حضر طول النهار وزيد تخميل الدويرة والقضيات وراهم لم الميمة والبنيات وعلى خاطر في رمضان المرأة ديما لاهية لازمها تكون في بدنها زاهية مع أكتيفيا يعاونك على راحة الهضم بدنك زاهي باش رمضانك يتعدى باهي رمضان منور بوجودك. Moya tirilu.